السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم لا كويزين فاتي أعز الفلاوين. اليوم بإذن الله تعالى راح نقدم لكم لاباط فيلو. لاباط فيلو هذه بطريقة يعني بطريقة الصحيحة للعجينة يعني الفيلو التركية أو السورية. يعني جولت مليح وحوصت مليح باش لقيتها، يعني لقيت الطريقة الصحيحة اللي يخدموا بها التركيين أو السوريين. إذا نبدأ على بركة الله في تقديم المقادير. نديرو قيس تاع كيلو. عندنا كيلو فرينة، 4 حبات بيض، 3 ملاعق عسل سوري. هذا العسل ومن بعد نمد لكم يعني نمد لكم طريقة كيفاش يديروه. عندنا 5 مغارف سكر، 3 مغارف حليب غبرة، عندنا مغرف ملح، وعندنا شوية لافاني، وزوج ملاعق زيت. إذا راح نبدأ في تقديم يعني في تقديم طريقة يعني كيفاش نديروه. وهنا لازم لنا البيتخان، إلى عندكم سينو تقدروا ديروها بيديكم. نبدأ على بركة الله، بسم الله. وعندنا كأس وربع كأس من الماء. إذا بسم الله، من الأفضل نغطي الكريمة. بسم الله، من الأفضل نغربلوها. استوى عليه، صدقوني صدقوني، مرة رحت ندير فرينة لقيت نمسك داخل فرينة. إذا إياكم ثم إياكم ما تغربلوش الفرينة، تقولوا هذه لا لا مليحة صحيحة وما فيهاش والو، ما خسرتي والو إلا غربلتي الفرينة. تقدري ديري، تقدري تلقاي اي حاجه داخل الفرينه. بسم الله، خسرتي والو تعقبيها هكذا. اذا ها ما خسرت والو. مش راح نزيد، نزيد 5 مغارف سكر. بسم الله، 1 2 3 4 5. هذه هي الطريقة تاعهم الصحيحة كي يديروا يعني ال، بسم الله، ندير نزيدو الملح، يديروا العجينة الفيلو. إذا هاوليك الملح شحال ندير، نص مغرف كبيرة، ونزيد حليب غبرة 3 مغارف، نزيد شوية تاع لافاني هكذا، ونزيد عسل السوري يقولوا له الشيرة هكا. بسم الله، 3 مغارف. هكذا بعد نعطيكم كيفاش طيبوه. ونزيد 4 حبات بيض. بسم الله، على بركة الله. نزلنا الزيت دروكا، واش راح كي نديرو، نديرو ديريكتومون داخل داخل البيتران. 2 مغارف زيت. بسم الله، شوفوا المقادير، يعني ما كناش نديروها كامل هكا. اذا حضرنا كاس ماء، كأس هذا نديروه لداخل، ثم نزيدو ربع كأس. بسم الله، نزيد ربع الكأس هكذا، إلى خاص نزيد ولا ما خاصش نحبس. بسم الله، نديروه دفعة واحدة. واش راح ندير دروكا، راح يعني راح نشعل على البيتران ويخلط. أنا بعد ما تعجنت داخل البيتران راح نحيها، العجينة ما تكونش يابسة يابسة وما تكونش طرية. اذا راح نديرها هنايا. بسم الله، راح نحيها كامل. اذا هايلك العجينة تاعنا، واش راح ندير، راح نديرها هكذا، نخليها ترتاح لمدة 10 دقائق. دوك راح نغطيها
نخليها ترتاح مدة 10 دقائق، 10 دقائق وبعد نولو. اذا هذيك العجينة بعد ما ارتاحت 10 دقائق رايحة نعجنوها برك هكذا برك. بسم الله. عجينة ما شاء الله طرية وهيلة هكذا. ونخليها ثاني ترتاح 10 دقائق واحد اخرين من بعد نرجعو. اذا بعد ما ارتاح 10 دقائق دركا واش راح ندير؟ راح نديرو هكذا ونقسمو على زوج. بسم الله. نقسمو على زوج. بسم الله. هذا نديرو هنايا وهذا نديرو هكذا يعني نمدو هكذا يعني يولي هكذا شويه طويل ونقسموه على 10. بسم الله. هايليك بعد ما قسمت العجينه الى 10 حطيت هنايا شويه تاع مايزينا. كل يعني هذول كامل اللي قسمتهم هكذا على 10 نحطهم كامل فوق المايزينا هكذا هكذا. نحطهم كامل فوق مايزينا هكا يترمدوا كامل داخل هكذا. هنا حطيت 10 ونزيد دروكا هذاك الحربوش واحد اخر نقسمو الى 10 اجزاء باش يصبح 20 جزء هكذا. يعني خرجت عجينة ما شاء الله طرية ومليحة. يعني نقسمو دركا الى 10 نشوفو وين مخصوصة نزيد لها باسكو هكذا. اذا بعد ما درتها هكذا في مايزينا كل 4 نحطهم هكذاك هكذا ونخليهم في جهه هكذا هكذا 4 نحطهم كل 4 نحطهم هكذاك في 4 فوق 4 هكذا. هكذا. دركا بعد ما درت كل 4 حطيتهم هكذاك واش راح ندير؟ راح نغطيهم لمدة 10 دقائق ومن بعد نولو ليهم. اذا بعد ما مرت 10 دقائق دركا واش راح ندير؟ رايحه نسرحهم وتشوفوا معايا كيفاش هكذا. راح نديرهم هكذا. بسم الله. هكذا حتى وين نكمل كامل هذوك العشرين. هايليك بعد ما يعني درنا 20 هذوك كامل استفناهم كامل هنايا درنا لهم كامل مايزينا حتى نلحقوا العشرين. واش نديروا دروكا؟ رايح نديرهم داخل بعد ما خلينا العجينة ارتاحت لمدة ساعة كاملة رايحة دروكا نخرجوها من الساشي
بسم الله. اذا نحطوها فوق البلون دو طرافاي، نسقمها كامل هكذا، ومن بعد نديرها كامل هكذا بيدي فقط، نحلها هكذا شويه بيدي حتى نوين يعني تكبرها شويه هكا برك هكذا. من بعد ديرها بسم الله حتى كل عشرة نحيهم، كل عشرة نحيهم يعني هكذا وحدهم. هنا عندنا زوج نحوم هكذا باش نقدر كي نبسطهم هكذا نقدر يعني نجيبهم سوا سوا يعني تمشي معايا هكذا. نخليها هنا هكذا، هذه ثاني نديرها هكذا. خاصة على الأطراف إذن نحطها هنايا ديتها برك هكذا باش نقدر يعني نقدر لها كما يقولوا هكذا. نسقمها على الأطراف منيح منيح هكذا، ومن بعد راح ندير لها يعني المايزينا، ندير لها يعني يعني كمية مليحة. بعد كل ما نجيب كل ما نجبد وحدة نحطها فوق فوق خطها وندير مايزينا مليح هكذا. على بالي بلي تقولوا بلي يعني طريقة صعيبة، صح ولا غير النتيجة يعني ما شاء الله تعطيكم نتيجة ما شاء الله. نقول لكم كل العمل يعني صعيب كل ما النتيجة تاعو مضمونة ويعني يعطي لكم نتيجة مليحة. إذن لازم يكون عندكم الصبر الصبر والصبر، خاصة المرأة، المرأة يعني معروفة بالصبر تاعها، ما لازمش الإنسان يتقلق في هذه الدنيا. والله العلي العظيم كي تتقلقي ما تجيبي حتى حاجة، يعني الإنسان لازم يتقلقش، لازم يدي دائما الامور يديها يعني بسهوله، ما يديهاش بال ما يديش الامور بالعصبيه ولا يديها بالتقلق، غير الا واش كتب لنا ربي سبحانه. هذا ما كان الانسان يروح غير بعقله، كي ديري هكذا برك بالعقل تنجحي في الحاجه اللي ديريها. اياكم واياكم العصبيه في الكوزينه، كي تكوني يعني تقلقتي ولا دو بريفيرونس ما ديري والو في الكوزينه، باسكو ما تجيكش يعني الحاجه اللي ديريها ما تنجحيش فيها، باسكو ديجا كي تكوني مقلقه ما تخدميش. اذا شوفوا هنايا كيفاش راني ندير كل حبه كل كل هذه اللي نديرها هكذا، كل يعني الورقه ندير عليها مايزينا يعني بكميه لا باس بها هكذا. اذا انا نكمل كامل الكميه باش ما نزعجكمش، انا ندير كامل الكميه ومن بعد نتلاقاو. شوفوا درك راني نوري لكم يعني كيفاش مازال ما لحقتش العشرين، يعني بكل صراحه يعني ما نقدرش نقول لكم بلي متعب ولكن ممتع. اللي تحب الكوزينه تجيها ممتع، يعني كل ما ديري الورقه هكذا ديري عليها مايزينا سوا بيدك ولا بلا باسوار. انا جو بريفير بيدي برك هكذا باسكو بلا باسوار بزاف راهي يعني تدي بزاف لا مايزينا. اذا راني ندير غير بيدي، كل ما نمح ورقه هكذا نمحها هكذا نسقمها يعني تسقميها كامل في فوق البلون دو طرافاي، خاصه على الاطراف لازم تسقميها كامل على الاطراف، الوسط ما تنسيهاش هكذا برك على الاطراف. يعني على بالي بلي ما راهيش باني لازم يكون البوطاج تاعك كبير باش تقدري ديريها، يعني ولا عندك بوطاج صغير ما كان لا يعني ديريها تقدري ديري، ماشي يعني ما ديريش كيلو كامل تاع فرينه،
بس كي تخرج لك بزاف. اذا لا حبيتي تسييها سيي برك بالنصف المقادير. اذا كل ما ديري ورقه هكذا تسقميها كامل، من بعد ترشي عليها المايزينا. انا يعني راني نوري لكم هكذا، ما نقدرش نوري كامل 20 ورقه نديروها هكذاك مع بعض بزاف. اذا هكذا كل ما ندير هكذا ندير مايزينا ونسقم كامل هكذا مايزينا. المهم كي نديروها هكذا قلت لكم بلي يعني ممتع، ولا تقدري تقولي يعني صعيبه، مي ممتعه خاصة إذا عندك شغل الدراري عيطوا وما نعطينا ناكلوا ولا. ديريها في الوقت يعني تكوني ماشي مشغولة، في وقت يكون يعني بعد الظهر ولا في الليل كي تكملي كامل الشغل تاعك. إذا شوفوا هكذا كل ما تسقميها كل ما ديريها هكذا. بصح على بالكم راهي خرجت عجينة ما شاء الله، واحد العجينة ما شاء الله. أنا دروك كي راني ندير هكذا ما نديرهاش بقلاوة، ما نديرش بقلاوه، جو بريفير ندير لكم واحد يعني تشبه البقلاوه، مي ماشي هكذاك كامل نحطها فوق السنيوه. اذا انا نكمل هكذا كامل مع الحبه الاخرى، راني قريب نكمل، نزل واحد اربعه ولا خمسه كي نكمل نقول لكم يعني كيفاش يعني خرجت. اذا هاي لك العجينه بعد ما كملتها، درت 20 يعني ورقه، ودرت مايزينا داخل يعني هذه ورقه. واش راح ندير؟ راح نخليها برك شويه برك ترتاح باش نقدر نحلها يعني كيفاش، يعني لازم ترتاح شويه. اذا واش راح ندير؟ راح ندير لها هكذا برك بيتي هكذا قبل ما نديرها بالحلال هكذا برك، نضغط على الوسط ثم على الاطراف هكذا. لازم البوطاجي تاعكم يكون كبير. اذا انا درك راح نحلها هكذا بالعقل برك، بسم الله. لازم نوري لكم كيفاش تحلوها كامل، ما مش راح نقطع، مش راح نقطع الفيديو هكذا برك. لازم تكون النشابة كما يقولون، لازم تكون طويلة كما نتاعهم، يعني أنا ما عنديش كما هذيك، لازم تكون طويلة باش تلحق كامل العجينة. اذا هكذا هكذا نوريلكم كيفاش، يعني على بالكم الكاميرا ما قدرتش يعني تحكمها كامل بس راني قدامها برك هكذا ما شاء الله ما شاء الله. خرجت كل ورقه يعني راحت وحدها هكذا. انا دروك ندير 10 نحهم كامل هكذا بسم الله. على بالكم الحلال لازم يكون كيما نتاعهم، ولا عندكم لازم الصبر باسكو علاه لازم الحلال يكون كيما نتاعهم. انا الحلال تاعي صغير، ندير هكذا برك نحطوه هنايا، لازم يكون جوج حلالات. اذا معليش حنا نديرو برك هكذا، المهم تخرج العجينة مليحة. دوكا نرجعوه هاي ليك العجينة تاعنا، درناها مربعة نقصنا لها كامل من الأطراف خرجت مربع وركا. وبعد هذيك السنيوه تاعنا بعد ما دهناها بالسمن دركا واش راح ندير؟ راح نقطع مربعات يكونوا يعني قد ربع الاصابع هكذا بسم الله هكذا
يعني تقدروا تقيسوا بالمسطرة، ديروا 8 على 8. انا نحب البقلاوة هذه خير من البقلاوة، يعني المربع البقلاوة نتاع السنيوة، انا نحبها نديرها هكذا. اذا انا ندير عيني هي ميزاني، وانتوما تقدروا ديروا بالمسطرة. هاي ليك هكذا. دركا واش راح ندير باش راه يتبان، راه يتبان. اذا عندنا هنا الحشوه، عندنا الحشوه هنا درنا 3 كيلات الكاوكاو، ونص كيله نتاع السكر، ونص كيله تاع السكر، وقرفه وما زهر. هاي ديك الحشوه كيفاش تكون، يعني ماشي جاريه وماشي يابسه. اذا ندير قيس هكذا برك، قيس هكذا اون بول، نحطها هنايا في الوسط هكذا هكذا. من بعد نجبد الاطراف هذو. عفوا عفوا نسيت، لازم ندير السمن. لازم ندير السمن قبل ما ندير الحشو، لازم ندير السمن. معليش هذه درتها هكذا، من بعد دروك نعاود واحده اخرى. اذا هكذا بسم الله نحطوها هكذا. من بعد هنا نديروا شويه كاوكاو هكذا، لازم ديري حبه كاوكاو هنا، تضغطي عليها مليح مليح، ونحطوها في السنيوه هكذا. اذا نزيدو نعاود واحده اخرى هكذا، ندير هنا السمن. بسم الله ديري هكذا السمن مليح. من بعد نديرو حشوة هكذا، من بعد نديروها هكذا، ونضغطو هنا بحبة كاوكاو ولا حبة لوز واش عندك، ضغطي مليح مليح باش تحكم، ونحطوها هنايا هكا. إذا نزيدو واحدة أخرى باش تفهمو مليح. هكذا نديرو السمن هنايا هكذا، نديرو شويه حشو هكذا، من بعد نديرو هكذا، نضغطو بحبه كاوكاو واش عندكم لوز كاوكاو، نضغطو مليح مليح. اذا نحطوها هنايا هكذا، اذا نديرو هنا هكذا السمن، من بعد نحطو شويه الحشو هكذا في الوسط، ثم نفدو هكذا. من بعد نديرو حبة كاوكاو هنا هكذا هكذا، شوفوا يعني التوريق تاعها كيفاش يكون. اذا نديروها هنايا هكذا. هاي ليك نزيد واحدة اخرى، نحطو الحشو في الوسط، يعني صدقوني هذه البقلاوة هذه يعني تجي ما شاء الله خير من البقلاوة تاع السنيوة. اذا نحطو حبة كاوكاو في الاطراف هذون باش تحكم لنا، ما تحلش كي تطيب. هاي ليك هكذا، شوفوا كيفاش تخرج، شوفوا كيفاش تخرج التوريق تاعها، ومن بعد كي تطيب تخرج يعني محلولة كامل مورقة. اذا انا نكمل كامل هذه، ومن بعد نوري لكم في السنيوه كيفاش نديروا لها. ها هم لك هنا بعد ما كملت لهم، بعد ما كملتهم كامل ودرتهم في السنيوه معمره بالسمن، درك راح نديرهم في الفور يعني يطيبوا بغرضهم. اذا هاي لك الوصفه تاعنا بعد ما طابت هنا. للامانه نسيت ما قلت لكمش انا
الوصفه تاعي كي درتها يعني داخل الساشي، كي كملتها درتها داخل الساشي، نسيت ما قلت لكمش تخلوها ساعه كامله حتى تعقب ساعه باش تجبدوها وديروا ديروا ورقه، ديروا لها مايزينا مور الورقه. اذا هذه للتنبيه برك باسكو نسيت ما قلت لكمش. اما هذه كي درتها داخل الفرن تطيب، بعد مرور 15 دقيقة نحوها وديروا لها السمن، عاودوا كامل ديروا لها السمن على الوجه تاعها ورجعوها تطيب بغرضها حتى وين تحمر. اذا هذه هي الوصفة، بعد ما نحيتها تنحيها برك من الفرن ديراكتومون العسل، تعسليها تمتم وتخرج ما شاء الله. والله يعني تمنيت يعني تكون عندكم الإرادة والشجاعة تجربوها، يعني والله ما راح تندموا عليها. اذا هذه هي البقلاوه، انا اللي نحبها اكثر من البقلاوه تاع السنيوه ونقطعها، هذيك هي سهله. اما هذه يعني فيها الخدمه شويه، مي هذه يعني تخرج لكم ما شاء الله. يعني نتمنى من كل قلبي تجربوها وتنجحوا فيها، باسكو على بالي بلي انتم شاطرات وتقدروا ديروا وتنجحوا في الوصفه. انا عندي الشعار نتاعي اللي تسيي الوصفه وتنجح فيها، ماشي هذيك اللي مدت الوصفه اللي شرحت مليح، ولا هذيك اللي جربت الوصفه وجبتها في الصواب هي الشاطره. انا ننصح كل الطفله، كل الطفله المبتدئه ولا المراه يعني حبت تعمل يعني تجرب الوصفات وتنجح فيها. اذا ما بقى لي غير نوري لكم حبه وتشوفوها يعني من القرب يعني تشوفوها من القرب كيفاش يعني التوريق تاعها كيفاش خرج وكيفاش يعني الداخل. بسم الله شوفوا كيفاش تقرمش وكيفاش يعني معسله الداخل، يعني ما بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى الملتقى إن شاء الله مع وصفة جديدة. ما تنساوناش وما تبخلوناش باللايك، باسكو رانا نديروا المجهود باش يعني نوصلوا الفكره لكم. انتم المجهود تاعكم غير ديروا جام للوصفه. اذا الى الملتقى ان شاء الله، سلام.